بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جن العباقر كلهم في وصف أفضل إنه لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى، وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، عودا طيب مبارك لآيات الله البينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم ببهنباي مركز الزكاة زد محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. وجادلهم بالتي هي أحسن.
وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأعلم بمن ضل عن سبيله. وأعلم بمن ضل عن سبيله. أدعو إلى
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر 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 وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير واصبر 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 وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله
واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا بسم الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده
أسرى بعبده ليلا. الذي باركنا حولا لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد وليتكبروا ما علوا تكبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلها
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا و
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك اقرا كتابك اقرا كتابك اقرا كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اقرأ كتابك
اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. وكل اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويحمل يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا يأخذ الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. كنا مع الصوت الحسن وفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لزانة نور الكهربائية دار الحاج سيد أبو الزحمة وأولاده بالدرجة، مخازن الفراشة الكبرى الخدمة الممتازة إدارة الحاج محمد المهدي وأولاده بمركز ومدينة الدكرنس. أخي المعز الكريم، شكرا الله سعيد جميعا.